حول الموضوع تنضم لنا عبر الهاتف من أبو ظبي الدكتورة هند البدواوي، مستشارة نفسية وتربوية. دكتورة هند مساء الخير، أهلا بك معنا. تقرير اليونيسف يقول بأنه أكثر من 157 ألف طفل يدخلون الإنترنت للمرة الأولى كل يوم، كل نصف ثانية يدخل طفل جديد إلى عالم الإنترنت أو يكتشف عالم الإنترنت. يعني ما مخاطر ذلك دكتورة هند؟ حياكم الله من جديد، وأخت خديجة، طبعا الدافع الأساسي لوجود الطفل في عالم الإنترنت إنه يكون بسبب الفراغ أو بسبب رغبته في استكشاف شيء جديد أو الفضول اللي ممكن يثير انتباهه. فالدخول لهذا العالم من غير ضوابط أسرية أو ضوابط يتم وضعها من خلال الأسرة مع الرقابة راح يعرض الطفل هذا لكثير من الأخطاء أو الكثير من العرضة للاستغلال أو حتى مدخلات المعلومات الخاطئة اللي ممكن يأثر على حياته أو اكتساب السلوكيات السلبية من خلال العالم الإنترنت المفتوح. دائما يعني نتحدث عن الضوابط، نتحدث عن رقابة الأسرة، نتحدث عن تحكم الأسرة فيما يشاهده الطفل، لكن بالمقابل نجد بأنه ليس هناك ربما تركيز على هذه النقاط بشكل كبير، أو هناك بعض الإهمال من البعض. برأيك كيف يمكن الالتزام بذلك دكتورة هند؟ الخطأ الكبير اللي يطيح فيه الأهالي أنهم يتركون للأطفال هذه المساحة من الحرية بهدف انشغالهم أو بهدف رغبة منهم بالتحكم أو السيطرة عليهم، بأنهم ما يطلعون برا أو مثلا ما يشاغبون فيكون حبيس لهذا الجهاز. ما يدركون انه خطورة هذا الشيء انه راح تفي بسلوكيات سلبية عدائية ممكن تؤثر حتى في صحته النفسية وصحته الجسدية. فالضوابط لابد تكون من خلال ترك مساحة ولكن برقابة، زائد دائما لا نجعل للطفل مدخل للاستفسارات. كل ما كانت لديه استفسارات لابد اني انا اساعد الطفل في الوصول للمعلومة وان كان عن طريق الانترنت، ولكن يعرف كيف يستخدم الانترنت بطريقة صحيحة ويكون حذر. وكذلك أنه دائماً يلجأ للأب والأم في حالة استشارة أو في حالة وجود أي خلل مثلاً أو خوف أو أي خطر ممكن يتعرض له من خلال مواقع الإنترنت. طيب دكتورة، العمر يعني نعلم في الوقت الحالي حتى في أعمار يعني ليست بمتقدمة، أعمار صغيرة جداً، رضع يعني يشاهدون اليوتيوب أو يدخلون إلى الإنترنت، وأولياء الأمور ربما يجدون بأنه يمكن أن يستفيد الطفل من بعض القنوات التي تكون ربما موجهة بشكل أساسي لهذا الطفل. كيف يمكن ربما عدم الخلط ما بين الاستفادة من الإنترنت أو الوقوع في فخ المخاطر؟ من خلال الرقابة، من خلال المراقبة الحميمية، بمعنى أن يكون صديقة في تصفح هذا الإنترنت، وإن دخل إلى مواقع غير صحيحة أو جر مثلا لبعض الجرجلة مثلا لبعض الأشياء اللي قد تكون غير مناسبة لها أو منافية لعادات قيم أخلاق وإلى آخره، لابد أن يكون الأب متقبل لهذا الشيء ويعرف شو السبب اللي خلى الطفل يدخله، لأن أحيانا قد يكون من خلال الشبكة العنكبوتية هذه كثير من المخاطر والمنظمات اللي ممكن تساهم في عملية استدراج الطفل بطريقة ما أو بأخرى. فالوعي من خلال المراقبة الحليمة، بمعنى ليست الرقابة المشددة اللي تشعر الطفل بالخطر وأنه يقوم بهذا الشيء من وراهم، أنه يكون على مرآهم، وكذلك تقبل هذا الخطأ ومحاولة تصحيح ما يمكن تصحيحه من غير ما يتمادى الطفل في دخوله لي أي أو تعريضه للخطر من خلال هذه المواقع. طيب عدا كل ما ذكرناه دكتورة هند من مخاطر، من استغلال جنسي، من ربما استغلال الطفل أو المعلومات التي يمكن أن يضعها عبر الإنترنت، في الآونة الأخيرة انتشرت بعض الألعاب الإلكترونية عن طريق الإنترنت أو عن طريق الويب القاتلة، سمعنا عنها كالحوت الأزرق، كان يعني بعض الألعاب التي يمكن أن تؤدي بالطفل إلى شنق نفسه أو قتل نفسه في النهاية. يعني هذا شيء مخيف ويعني مثير للقلق في نفس الوقت. كيف يمكن حماية أطفالنا من مثل هذه الألعاب؟ يعني هل من سبيل لذلك؟ شوفي، هو السبب في وجودهم في هذا العالم أو وجودهم مع هاي الألعاب حتى يملي وقت الفراغ الموجود عندهم. فإذا وجد بدائل أخرى في ملء وقت الفراغ في أشياء حيوية وتفاعلية في البيئة المحيطة ما راح يلجأ لهذا الشيء. ليه؟ لأن تأثير هاي الألعاب تشتغل على ذبذبات معينة تساهم في تحريك جزيئات معينة في الدماغ، مما تغير حاسة الإحساس بالمسؤولية أو الفص الجبهي.
فيبتدي الطفل دائما يفكر بغريزته وبفكره الوصول لنشوه الانتصاب، فيصير نوع من التحجيم دور الطفل الجبهي المسؤول عن اتخاذ القرارات، فيبتدي يندرج تحت هذه العمليه بطريقه لا اراديه، ولدرجه انه ممكن يصير يكون مغيب. فلا بد من شغل وقت فراغه بشكل جديد. اذا الاب والام قدروا يكتشفوا امكانياتهم وقدراتهم وبداوا يدخلونهم مناشط حيويه في البيئه المحيطه، راح يقلل من استخدام الانترنت او لجوءه للانترنت كمخرج له في سد هذا الفراغ الموجود عنده. نعم، شكرا لك جزيلا دكتوره هند البدواوي، مستشاره نفسيه وتربويه، كنت معنا عبر الهاتف من ابو ظبي.